احنا شوف عندنا السيد رئيس الجمهوريه اكدها وحضرتك السيد الوزير الاول في المتابعه المستمره من اجل احياء المؤسسات المتوقفه. اليوم رانا رحنا مؤسسه اللي تابعه لإلك الجزائر فيما يخص انتاج البطاريات، وشفنا مؤسسات عندها قدرات، هي مؤسسه وطنيه، ولكن اليوم رانا في مؤسسه خاصه. احنا ما نفرقش بين الخاص والعام، احنا نحوس على المردوديه الاقتصاديه ونحوس على الفعاليه، والفعاليه مع كل احتراماتي شفناها في القطاع الخاص اكثر واكثر، لان عنده الحوكمه، عنده الجانب التسييري. احنا مطالبين عمليه نرفع من النجاعه في التسيير في المؤسسات العموميه. اليوم طلبنا من المؤسسه اللي راح نشوفها في عمليه استرجاع تلك المواد الاساسيه فيما يخص الرصاص، لان تعلمون باللي ماده الرصاص هي ماده تدخل في البورصه العالميه وفي ارتفاع هائل. اليوم شي فيه تراجع في عمليه استيراد البطاريات، ولكن عندنا منتوج محلي، اذا اليوم نرفع من قيمه المنتوج المحلي تاعي، ولما لا التصدير، خاصه ما يعرف بالبطاريه الشمسيه، لان اليوم راه فيه تحول طاقوي داكور في المناطق النائيه، نسعى الى تحقيق هذا الانتقال الطاقوي.